طيب انا كنت عايز اشوف الكارت ده، بس انا كده اطمنت. بصوا بقى، ده اللي كان عنده حسد وكان عنده سحر وكان عنده حاجات من الشهر اللي فات، واضح ان في تعافي، في مجموعه كبيره ولا باس بها تعافت بالفعل. في هنا معافاه من عله او من مرض او من شيء كان تعبك، ممكن يكون كانت حالة نفسية، ممكن يكون كان سحر، ممكن يكون كان مرض عضوي، بس في تعافي وبنفوق وبنصحصح والدنيا بتبقى أحسن. أو ممكن يكون ليه تفسير تاني، إن الدلو بيطلق حكم نهائي على شيء. الكارت ده كنت عايزة أشوفه فعلا في إيه، والحمد لله طلع. فيه فلوس من شخص كبير. شخص كبير ده ممكن يكون مدير في العمل بيكافئك يا دل، مكافأة مالية، ممكن يكون أب أو أم بيدوا لأولادهم، ممكن يكون ورث لو الأب والأم متوفين، ممكن يكون زوج بيدي لزوجته. المهم إن في حد أعلى منك بيدي لك فلوس، زي ما أنتم شايفين كده الصورة شارحة نفسها، حد أعلى بيدي لك مبلغ مالي إن شاء الله. برضو أنا مصرة إن حالة الدلو هيجي له فلوس. هو مفيش تطور مادي، الحالة المادية مش هتتحسن، مش هتتطور، إنما في فلوس جاية، في مبلغ مالي جاي وهيساعد أكيد أكيد. يعني الدلو أهو يعني الصورة باينة أهي، حيرة برضو. الدلو على فكرة من الأبراج المذبذبة جدا، اتخاذ القرار ده من أصعب الأشياء في حياته، لأنه مش شكاك يعني، هو ممكن نقول عليه شكاك، ما مش واثق في شيء، مش لا يمكن يدي ثقه كامله، فهو متردد جدا في قرار معين ومركز في شيء جدا وهامل شيء تاني وراه. شايفين هي بتعمل ايه؟ بتبلق ميه، بتشيلها من الميه، بترميها في الارض. اوكي ماشي، بتسقي الزرع، اتفقنا، بتعملي حاجه، بس في حاجه وراكي اهم انت مش واخده بالك منها او مش واخد بالك منها. نركز على الصورة الأكبر يا دل، ركز على الصورة الأكبر. الدلو ما شاء الله عنده علو شأن في العمل، الناس اللي بتشتغل عندهم ترقية، مش لازم تكون ترقية بالمعنى، أو حتى إنه حد بيقولك برافو، أنت شغلك مية مية، أنت جاي ليك مستقبل، عارفين الكلمة دي؟ دي برايزل، حد هيقولك برافو، وأنت هتكون فخور بنفسك وهتكون فخور بالعمل اللي أنت عملته، وناس بتهنيك كمان. ممكن توصل لحد الترقية، وممكن تبقى مجرد يعني اطراء بسيط. يعني الدلو عنده خناقة شغالة جامدة جدا، في خناقة، في حرب، في هنا حالة دفاع عن النفس، لا انا ما عملتش كده، لا في ظلم، حالة دفاع عن النفس شديدة، وهو تنشن وعنده شبه اتزانه بايظ، يعني هيبتدي يفقد اتزانه. الكارت ده نصيحته اثبت مكانك يا دلو. وبرده دي بقى نصيحتي انا، مش نصيحه التارو، ما انت لازم تضيف برده لكروتك. لو انت شايف ان الموضوع لا يستدعي انك انت تدافع عن نفسك او تثبت العكس، كبر دماغك خالص. اللي عايز يفهم حاجه يفهمها، انت ماشي صح، انت بتعمل اللي عليك، خلاص مالكش دعوه، ولا تدافع عن نفسك ولا تبقى في حاله الانهيار اللي انت فيها دي. او انت في حاله منافسه شديده جدا، المنافسة شديدة، وانت بتبذل قصارى جهدك انك تثبت نفسك. لو هو ده الحال، اثبت مكانك وزق، push more، ان شاء الله هتوصل لحاجة، في خير جاي لك يا جدي يا دلو، خير جاي لك بسرعة. اما انت خير عملته في حد زمان ودلوقتي بترد لك، او حاجة انت اشتغلت عليها كتير وما اخدتش الفايدة بتاعتها، ان شاء الله هتجنيها دلوقتي. الدلو طبعا قائد معروف، والدلو برضو بيتحمس قوي للبدايات في اولها، اي مشروع جديد بيبتديه، اي حاجة جديدة بيعملها بيبقى متحمس لها جدا ومديها كل طاقته وتركيزه، وهو يفقد الاهتمام ويبتدي يزهق ويشوف حاجة تانية من غير ما يكملها. بليز كمل اللي انت بتبتديه طالما لقيت فيه نتيجة كويسة. في حاجة كمان، نصيحة تانية يا دلو، في شخص قريب منك جدا مش بيتمنى لك الخير وبينصحك نصايح مش مفيدة ليك. هذا البورس اللي قاعد هنا، هذا الكائن الطفيلي الصغير ده، هو هتحس ان هو طفيلي يعني براشوت من الاخر، فاهم اللي هو ايه، بيستفيد منك حاجات، ده مش بيتمنى لك خير، خلي بالك وركز معاه جدا.
ونصيحتي دايما للناس خلي اعدائك اقرب من صحابك. الدلو صابر على حاجة، صابر على شيء، متحمل شيء. افتكر الاعباء اللي عنده دي حالة الدفاع عن النفس او حالة المنافسة اللي هو فيها دي مخليه مضغوط. عنده صبر، عنده صبر، صابر على حاجة، واللي هو يالله ما طولك يا روح، ربنا يديني القوة، ربنا يديها لك ان شاء الله. وتأكد ان اللي بيصبر بينول، هتاخد شيء كويس اكيد في الاخر. في حاجة جديدة خالص انت داخلها يا دلو، اما انه انت مسافر عندك سفر، او انت بتعمل كارير تاني خالص، او فتحت باب جديد من ضمن كاريرك، حاجة جديدة، والحاجة دي مشوارها طويل يعني يكاد يكون ملامس للسفر. شد حيلك، انت داخل على حاجة فيها منافسة، الطريق ده هيكون فيه منافسة شديدة. اثبت مكانك. King of Swords ده طبعا لازم يطلع على الدلو اهو، القائد، انه القائد، King of Swords. بس هو مش بس قائد، هو ذكي جدا، هو بيعرف يسدي النصائح، الناس بتثق في رأيه لان عقله ما شاء الله هو كمان زي الجدي في الحتة دي، بياخدوا بالهم من حاجات الناس الطبيعية ما تاخدش بالهم منها. خلينا نكون fair، ده نوع من انواع الذكاء النادر الصراحة، اذكياء فعلا. ودايما الدلو لازم يكون هو السلطة، السلطة بتنبع من عنده، هو القائد. دي حاجة مش سهلة يا دلو، لازم تستعملها كويس، ما تسقش استعمالها بمعنى اصح. خليني الخص القراية بسرعة. في معافاة يا دلو، زي ما قلت الناس اللي كان عندهم سحر او حسد او حالة نفسية سيئة او اي حاجة من تعب عضوي، ان شاء الله بيطيبوا وبيخفوا وبيبقوا احسن ان شاء الله. في فلوس جاية لك من شخص كبير. في هنا حيرة من حاجة، وانت مركز في حاجة ومش واخد بالك من حاجة مهمة بتحصل وراك. خلي بالك في علو شأن وحالة يعني تحفيز، والناس مبسوطة بيك وفخورة بيك جدا. اصبر، الصبر مفتاح الفرج. اصبر على المنافسة اللي انت فيها دي، عندك منافسة شديدة يا عيني، وانت واضح ان انت متوتر. حاول تستعيد التوازن بتاعك وتستعمل ذكائك المعتاد يا دلو، محدش يقدر يقف قدامه الصراحة. الدلو من اذكى الابراج، من اذكى الابراج فعلا. استعمله بدل التوتر، حط ده مكان ده، فاهمين قصدي؟ داخل على حاجة جديدة يا دلو، حاجة انت مكنتش متعود عليها وطريقها طويل. انت اضرب الحاجة دي. نخلي بالنا الوارنينج، هذا البورس شخص قريب منك وبيتغذى عليك، اوكي؟ وبينصحك نصائح مش كويسة، او على الاقل مش بيتمنى لك الخير. نخلي بالنا زي ما قلنا اعدائنا يكونوا اقرب من صحابنا، لازم تحط تحت عينك كده وتبقى فاهم وعارف ان هو مش بيتمنى لك الخير ومع ذلك موجود. ايه الجمال ده؟ برضو طلع له الامبراطور. مفيش فايدة. الدلو عزة نفس، يعني هو شايف نفسه شوية في سن غرور، بس هو شخص يعتمد عليه وعنده كبرياء طبعا وعزة نفس زي ما احنا عارفين. ما ينفعش تدوس على طرف للدلو، ما ينفعش. بس عنده ايه بقى؟ الصحة فيها تحسن، الصحة كويسة، في حالة مرح، حالة امان، حاسس بامان زي ما احنا شايفين. كارت الشمس من اقوى الكروت، طاقته قوية جدا، طاقة الشمس يعني طلعاله، عنده طاقة حلوة جدا، عنده حاسس بامان، متحوط بسور، بيتصرف بعفوية، وفي لعب، وفي في حالة انبساط الحمد لله، وحالة نجاح طبعا، ده بيدل على الصحة وعلى النجاح. تمام. الناس بقى اللي عايزة ارتباط، من الدل Four of Wands اهو. Four of Wands ده احتفال، اجازة، خد اجازة اللي محتاج اجازة، او ممكن يكون ده زواج، احتفال بزواج، يعني في ناس هيتم زواجها ان شاء الله.
او الناس اللي تم زواجها وحاسه ان هي محتاجه اجازه، بليز روحوا اجازه، ده وقت مناسب جدا ان انتوا تاخدوا بريك وتاخدوا اجازه قبل يعني ما تبتدوا شغل جديد، ترجعوا للشغل الجديد يعني. صبر برضو اداله هنا شكل المرحلتين، صابرين على حاجه، في حاجه عامله لهم عبء وصابرين عليها ومستنين، هما مستنين حاجه، يمكن تكون تطور مادي، ولو ده اللي انتم مستنينه ان شاء الله هيحصل في تطور مادي. ده king of one of pentacles، king of pentacles تطور كويس جدا في الحاله الماديه وحاله اكتفاء، وكمان هتبتدي بيوصف انك شخص سخي وكريم، كمان هتدي حاجات لناس محتاجه يعني. برافو عليك يا دلو، حاجه كويسه جدا جدا. برضو الدلو عنده حيرة في قرارين، محتار ياخد قرارين، القرارين دول شبه بعض. إجابة الكارت ده تمشي ورا إحساسك يا دلو، امشي ورا إحساسك، الإحساس هيقولك عليه. وبرضو على فكرة الدلو عنده الموضوع ده، إحساسه دايما بيكون صح. بعد ما هتاخد القرار ده انت هتدخل في مرحلة جديدة وهتكون يعني متطلع لها جدا جدا جدا، وهتسمع خبر حلو، في خبر حلو جاي لك يا دلو انت كنت مستنيه بفارغ الصبر. ان شاء الله هتسمع الخبر الحلو ده. الموضوع ده علاقه بجواز انا مش عارفه، او عوده حبيب قديم، او عوده صديق، او عوده حد انت قريب منك جدا هيرجع يتواصل معاك تاني وهيقدم لك شيء، يمكن ده اللي انت كنت صبر عليه. برضو الامبراطور الحاكم، انت اللي بتؤمر تطاع، بتحب يسمع كلامك في كل حاجة، وكمان انت اللي عليك عبء المسؤولية، انت المسؤول الاول والاخير، سواء بقى حطوا الموضوع ده في اي حتة، اخ كبير في وسط اخواته، زوج وبيته، يعني جد كبير، هو ده المسيطر وهو ده اللي بيتسمع كلامه، وهو كسب المكانة دي من خلال مسؤولية اللي هو شالها. حاجة حلوة جدا يا دل، احتفالات، جوازات، شمس طالعة، صحة حلوة الحمد لله، صابر على شيء وهيجيلك حاجات حلوة قوي، خبر حلو، بداية جديدة حلوة جدا انت متطلع لها قوي، عودة حبيب قديم او صاحب قديم او قريب قديم يودك ويعني يبادلك شيء، حيرة من موضوع ما، بس الحيرة دي امشي ورا احساسك فيها يا دلو، ان شاء الله احساسك هيدلك على الاجابة الصحيحة. ادي المجموعة التانية لبرج الدلو، القراءة العامة هنشوف دلوقتي كام دقيقة كده برضو، ونشوف الحالة العاطفية اخبارها ايه. القوس لسه ما قلناش القوس افتكر، لسه اعرف شيء واحد، هو امتى تجاوبي على كومنت حبيبتي؟ بجاوب على الكومنت بعد ما بخلص القراءه، ما ينفعش ازاي هقرا حاجه وارجع ابص على كومنت بالعقل يعني، هخلص القراءه وارد، ابعتي لي هنا دلوقتي واقرا لك. امان وفرح ما فيش الكلام ده خالص حضرتك، ليه كده يا برنسس؟ بس ان شاء الله ربنا يبعت لك حاجات كويسه، تفقلي بس كده تفقلي. وعليكم السلام اميره، اهلا. اخيرا يا ايناس، ايه ممكن الاسد ياكل لوبيا بلبن؟ اوكي عشان دي مسحه يعني، اوكي ماشي. الحوت موجود ايمان في الصفحه حبيبتي، والجدي هنقوله قريب جدا يا ملاك. ايوه بالظبط كده يا هشام، هو ده احمد زكي، برافو عليك، ميرسي جدا لذوقك. ايه اوكي ده منشن، ماليش دعوه بيه، اتكلموا زي ما انتوا عايزين مع بعض. حبيبه قلبي يا منى ازيك، الجدي حاضر قريب جدا. القوس انا زعلانه قوي، من غير ما تزعلي يا فرح، ان شاء الله هنقول قريب قوي قوي قوي، ولا تزعلي خالص. لا مش بعرف ايه اللي هيحصل، حاجه احنا بنلعب هنا، احنا بنلعب
انت مين قالك ان انا عارفه حاجه؟ انا ما اعرفش حاجه خالص. طب بص، انا كنت سايباك تقول كل اللي انت عايزه وتنتقد زي ما انت عايز، انما تقول عليا كفره، خد انت بقى الذنب ده وتفضل طير من هنا. مش من حقك تقول عليا كفره خالص، انت دخلت جوايا عشان تعرف انا مين، ممكن اكون احسن منك 100 مره عند ربنا. باي، يلا نشوف الحاله العاطفيه للمجموعه الثانيه. ميرسي يا اناث قوي، منتظر حبيبي، يا رب يرجع لك يا نورة يا رب. اوكي، قسمتهم ثلاثة علشان يعني تكون اقرب، يعني يكون عندنا معلومات اكتر، انما لو قلت البرج كله على بعضه في قراية واحدة مش هيبقى فيه تفاصيل كتير. دي فرحتيني ان شاء الله يا كاتوشا، باذن الله حبيبي. ممكن اعرف لون شعرك ايه ولون صباعك طبعا كده. طب نانو، انا معلش سوري يا اولاد، ده موضوع مش هيهمكم خالص. لون شعري الدرجه انا مش عارفاها يا حبيبتي، بس انا عارفه الاسم، اسمه سندري، يعني هتروحي للكوافير بتاعك وتقولي له عايزه اعمل سندري. بس هو من البنيات، يعني احنا بنيات. بشكرك يا عماد، بشكرك قوي. ده كده يوسف حاجات صح كتير عن برجي. اوكي ميرسي يا ديره على المنشن وعلى الكلام الحلو ده. طيب اتأخرنا على القراية ونبتدي. دي القراءة العاطفية للمجموعة الثانية، برج الدلو. احمد يا ترى اخترت